ما انطلقت بمعركة عسكرية لتنتهي بهزيمة بخسارة منطقة. نحن اليوم هون لنقول للعالم كلياته انه نحن لا بديل عن اسقاط الاسد ولسه بدنا حرية ولسه مستمرين بالثورة. كلياتنا بكلمة واحدة نقول لا بديل عن إسقاط الأسد. ثورتنا مستمرة من مارع العروبة مارع الحرية. خرجنا في جمعة لا بديل عن إسقاط النظام لنأكد على ثورتنا على مبادئ الثورة اللي هي الحرية والكرامة، لنثبت للعالم أن نحن الشعب منحب الحرية منحب الحياة، ما لنا إرهابيين.